من احنا في احنا. السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم وحيثم وجدتم، سلم عليكم بدون استثناء سواء في الداخل او في الخارج. خوتي كما راكم تشوفوا الصوره تعبر، احجر يبنوا به الرصيف، راك تشوف يعني ما تكلف والو، والعمال راك تشوف يعني جزائريين، والحجره الجزائريه، وحنا بلاد الحجر والرمل، سبحان الله ما تكلف والو. ها ناحي الحجره ودير بها الرصيف. ولكم التعليق خوتي، يعني حنايا فشلوا مسؤولين حتى في بناء الارصفه، فشلوا هذ المسؤولين حتى في بناء ابسط الاشياء. هذا رصيف ها ما يكلف والو، لكن عاون عنده يبان جميل وشكل جميل، وحتى يعني شوف حجره ولا شوف بلاد الحجر، احنا في بلادنا جيب من الجبل ودير رصيف. خوتي ولكم التعليق، تحياتي لكم وربي يكون معاكم ومعنا، وهذا هو ربي يوفق خوتنا والناس حراقه وهكذا، الله يحسن حالنا خوتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله الفيديو يعجبكم.